بسم الله الرحيم. نرحب بالأخ سعيد الزهراني من السعودية مدينة جدة، عميل شركة المحيط. مرحبا بك في ماليزيا. مرحبا فيك، حياك الله يا الله يحييك ويعافيك إن شاء الله. نود منك بداية تعرفنا كيف تعرفت على شركة المحيط. شركة المحيط تعرفت عليها عن طريق زميل لي، جلسنا أنا وياه بحيث اني حبيت اني اسافر خارج، فاعطاني اسم الشركة ورقم احد الموجودين في الشركة اللي هو احمد. تقديمك لاعضاء شركة المحيط بداية من التراسل بالواتساب. بالنسبة لشركة المحيط وتواصلها معي في الواتساب كان ممتاز جيد. الاستقبال في المطار؟ الاستقبال ممتاز كويس. نوعية سيارات والله مجيب. شوف، نوعية السيارات عليها شوية ملاحظة بحيث ان فيها سرعة، السواقين يسرعون الغالبية طبعا وليس الكل، الغالبية. انا اخر واحد اللي جابني من المطار وانا جاي من بينيك كان سريع جدا، يعني الى ان وصلنا وكلمت الاخ علي انه يسرع كثير. المندوب السواقي حق المندوب المواصلات. نعم. الرحلات السياحيه، الرحله السياحيه والرحلات السياحيه كانت جيده ممتازه، و في حاجه بسيطه جدا انا انوه عليها حتى في المستقبل تاخذونا. نعم. احتياط نفس الرحلات السياحية المفروض انها تحطون فيها الاماكن اللي يروح لها العميل او السائح يروح لها، يعني كتابة، مو رحلة سياحية عامة انت ماخذينها عام معطين العميل ان عندك رحلة سياحية لكن وين بالضبط ما كتبت، وهذه مفترض انها تفقط حتى يعرف الشخص وين بيروح بالضبط. نوعية الفنادق ممتازة. الصعوبات التي واجهتك؟ والله للآن لله الحمد والمنة ما في اي صعوبات واجهتني الا حاجة واحدة الحين في التذاكر، يعني المفترض انه يكونون يعني الداخلية يكون العائلة يحطونهم في جنب بعض ما يوزعونهم في عملية المقاعد. بالنسبة لي أنا حاليا عندي مشكلة اللي هي رحلتي من كوالالمبور إلى دبي ما لي مقاعد لي والعيالي، بدون لا يوجد، فالمفترض أنه يكون الشركة تحط المقاعد وتسويها بإذن الله إن شاء الله. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أنا أشكر شركة المحيط، شغلها ممتاز حتى لو كان في شوية أشياء بسيطة رتوش لكن ما يأثر عليها، لكن هي شركة عملاقة الله يوفقهم. بارك الله فيك، إن شاء الله توصل بالسلامة. الله يعطيك العافية. تعودها عبر شركة المحيط مرة أخرى إن شاء الله. تشكر. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.